يطلق القرين على الشيطان الموكل بكل إنسان بهدف إغوائه وإضلاله، وذلك ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي بينت أن عمل القرين يتمثل فقط بالإغواء والإضلال دون أي عمل حسي آخر، إلا أن إيمان العبد له الدور الأساسي في إغواء القرين، فإن كان الإيمان قويا فإغواء القرين يضعف أمام ذلك. ومن الجدير بالذكر أن مهمة القرين تنتهي بموت الإنسان، وقد بين العلامة ابن العثيمين بعض الأمور المتعلقة بالقرين، فقال بأن القرين هو الشيطان المتسلط على الإنسان بإذن من الله تعالى ليأمره بالفحشاء والمنكر وينهاه عن الخير والبر، حيث قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كما أن العبد يستطيع إعجاز القرين بالقلب الصادق السليم المتجه إلى الله سبحانه طالبا الدار الآخرة، مقدما الآخرة عن الدنيا، مستعيذا بالله تعالى وملتجئا إليه من الشيطان ونزغه، حيث قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما هو قرين الإنسان؟ زرعت الأهواء والشهوات في نفوس الآدميين، وذلك ليحصلوا على ما ينفعهم، ويدفعوا عن أنفسهم الضرر بغضبهم، ورزقوا بالعقول للعدل بين الأمور والموازنة بينها، إلا أن الشيطان يحرض الإنسان على الإسراف فيما يبعد عن نفسه أو يقرب، والواجب على العاقل أن يحذر من الشيطان العدو منذ زمن آدم عليه السلام، كما أن الله تعالى حذر العباد منه، وأمرهم باجتنابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الجدير بالذكر أن كل إنسان له قرين يأمره بالتقصير في واجباته ويدفعه إلى فعل الشر والضرر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، غير أن في حديث سفيان: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فالواجب على كل مسلم الحذر من إغواء الشيطان ووساوسه، فالطريق التي يسلكها القرين تتمثل بإيقاع العبد في معصية الله تعالى، ثم يقيده بها فيمنعه من الخير والبر في الأفعال والسلوكات، كأن يمنعه من الإمامة بالناس في الصلاة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحجة المعصية التي اقترفها. فالعبد ينسى أن اجتناب المعاصي فرض عين عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين، ويجب على العبد أن يعلم أن الوقوع في المعاصي لا تعد مبررا لعدم التزامه بالواجبات المفروضة عليه.